بعد كميه الانشاءات اللي بقت موجوده دلوقتي في العاصمه الاداريه بالاخص في المنطقه السكنيه اذا كان في حي المستثمرين او في الار 7، دلوقتي العميل بقى مهتم انه يشوف الحاجه على ارض الواقع بعينه. يعني انا لو عميل ونازل اشتري في منطقه الحي المستثمرين او منطقه الار 7، فانا بقى يهمني دلوقتي بعد نسبه الكونستراكشن اللي بقت موجوده عامه في العاصمه الاداريه، مهتم ان انا انزل اشوف الشقه بتاعته على ارض الواقع، او على الاقل اشوف الانشاءات اللي بقت موجوده في الكومباوند اللي انا هشتري فيه. معاكم محمد سمير من شركه نيو ستارت العقاريه، النهارده جاي اكلمكم على كومباوند ذا لوفت تبع شركه ليفنج يارد في منطقه الار 7. بس قبل ما نبدا في اي تفاصيل، ما ننساش نعمل لايك وسبسكرايب للصفحه عشان يوصل لنا كل جديد. النهارده جايين نتكلم على كومباوند ذا لوفت، بما انه من اهم المعالم دلوقتي او من اهم المشاريع اللي بقت موجوده في منطقه الار 7، لان المشروع خلصان بنسبه كونستراكشن ما تقلش عن 99%. المشروع هو كلوكيشن، خلينا نتكلم برضو على اللوكيشن لانه من اهم المميزات اللي في المشروع ذات نفسه. احنا قريبين جدا من المحور الشرقي، احنا في منطقه الار 7، احنا في السنتر بتاع الار 7 ذات نفسه. اول حاجه انت قريب من منطقه الخدمات، منطقه الخدمات ديت بتعود عليك بالخدمات بتاعتها، حضانه، مستشفى، مجمع طبي انك تقدر تستخدمه في اي وقت، هيبقى جنبك كامل الخدمات، غير ان هيبقى جنبك مدرسه انترناشونال. غير كده وكده انت في السنتر بتاع الار 7، فانت قريب من المنطقه الخدميه او منطقه اللاندسكيب اللي هي البارك الموجوده في الار 7، غير انك قريب من جامعتين، الجامعه الروسيه والجامعه السويسريه، فانت قريب من منطقه خدمات، فانت كلوكيشن محيط بيك كل الخدمات. تاني حاجه انت يعتبر تاني نمره او تاني قطعه ارض من المحور الشرقي، فانت قريب جدا من حي السفارات. تاني اي حاجه، اي حد هيقدر يجي لك بسهوله جدا انك تقدر تيجي من على بن زايد. بعد كده بناخد المحور الشرقي للار 7 وخلاص، احنا بندخل المدخل من ناحيه دي جويا 3 على طول، احنا تاني قطعه ارض على طول. الكومباوند على مساحه 23 فدان، دي مساحه كويسه جدا انك تقدر تعمل عليها ماستر بلان، غير ان احنا الاستشاري الهندسي بتاعتنا هي شركه دار المعمار، شركه دار المعمار معروفه في الماركت العقاري عامه، فاحنا يعتبر كمان كماستر بلان احنا مش بانيين على مساحه كبيره جدا، احنا بانيين على مساحه 18%، فمعايا مساحه كبيره جدا ان انا اعمل لاندسكيب، ووتر فيتشر، حمامات سباحه، غير ان انا عامل مول تجاري بيخدم على المشروع. المول التجاري ده هيبقى فيه منطقه مطاعم، كافيهات، دي طبعا بتخدم على الاونر اللي هيبقوا ملاك معانا في الكومباوند، وهيبقى بيخدم على المشروع ذات نفسه من بره. فطبعا دي حاجه كويسه جدا، احنا عارفين ان مساحات اللاندسكيب والوتر فيتشر لازم تبقى كبيره جدا في المشروع، فعشان كده احنا عاملين ماستر بلان كويسه جدا. لما تتصلوا بينا او تكلمونا على الواتساب هنقدر نبعت لكم الماستر بلان، تشوفوا الماستر بلان شكلها عامل ازاي، وان الشقق ذات نفسها او الدوبلكسات كلها تعتبر عندي واخده فيو. انا عندي العماير بتبقى ارضي وسبعه، دي يعتبر العاصمه كلها كنسبه مباني بتبقى العماره كلها تبقى ارضي وسبع ادوار، انا عامل العماره بتبقى على نظام الكلاسيك، فالدور الاخير عندي بيبقى واخد شكل كويس جدا، انك بتبقى معاك روف فوق انك بتقدر تستخدم الدور السابع او سكان دوبلكس اللي هو الدور الثالث والدور السابع، فبتبقى واخد مظهر جمالي كويس جدا، خصوصا انك بيبقى معاك تراث كبير. طبعا الفيو بتاعنا بيبقى كويس جدا، في حاجات بتبقى باصه على المول، في حاجات بتبقى باصه على الويتر فيتشر وحمامات سباحه اللي بتبقى موجوده في نص المشروع، او بتبقى في حاجات باصه على السور. انا عامل السور بتاعي يعتبر بيني بين العماره وبين السور مساحه كبيره جدا ما تقلش عن 15 متر، فده بيبقى مدي اريحيه للعميل انه يبقى شايف لاندسكيب على مساحه 15 متر، طبعا دي بتبقى حاجه كويسه جدا. انا عندي الكومباوند كله مبني دلوقتي ككونستراكشن على ارض الواقع، اي عميل هيقدر يكلمنا في اي وقت نقدر ننزل المشروع على ارض الواقع، هيخش الشقه اصلا اللي هو احنا بنتكلم فيها. دلوقتي احنا جينا للمساحات والاسعار، مساحه الغرفتين عندي المتاح بيبدا من اول 150 متر، اسعار الثلاث غرف، مساحه الثلاث غرف بتبدا من اول 180 متر، سعر الغرفتين بيبدا من اول 2,400,000، سعر الثلاث غرف بتبدا من اول 2,800,000، عندي مساحات بتوصل معانا ل 500 متر. دلوقتي وصلنا للبيمنت بلان 10% مقدم، وتقسيط بيوصل معانا لسبع سنين، عندي تقسيط بيبدا من اول 3 سنين، 4 سنين، 5 سنين، 6 سنين، 7 سنين، وكل بيمنت بلان ليها نسبه ديسكاونت معينه. العميل اللي هيقدر يكلمنا ويشوف هو قادر ان هو يقسط على كام سنه بنقدر نقول له نسبه الديسكاونت بتاعته كام. غير ان انا جاي لكم باوفر دلوقتي كويس جدا النهارده، العميل لو قدر يدفع كاش بياخد خصم ديسكاونت 45%، الخصم ده مش هتلاقيه في قرية العاصمه الاداريه عامه كلها، وخصوصا ان المشروع مبني على ارض الواقع بنسبه 99%. كان معاكم محمد سمير من شركه نيو ستارت للتسويق العقاري، دلوقتي وصلنا لنهايه الفيديو، يا رب اكون قدرت اوصل لكم معلومات كافيه بخصوص كومباوند ذا لوفت. ما ننساش نعمل لايك وسبسكرايب للصفحه، واستنونا في كل المعلومات الجايه في الفيديوهات.